ما شاء الله ايش كبره يبين من بعيد. مساكم الله بالخير اعزائي المشاهدين، حياكم الله، نلتقيكم اليوم في حلقه جديده او فقره جديده من فقره الديوانيه برنامج ديوان الشاهد. اليوم حلقتنا اتوقع الكتاب باين من عنوانه، بنسولف عن بشكل عام عن الهوايات الكويتيه القديمه اللي بعضها ما زال موجود وبعضها يعني للاسف اندثر او قل. يمكن ابرز هذه الهوايات يعني واللي ما زال يعني في لاصحاب النشيطين واللي يتعاطون معها كهوايه وكتجاره ايضا، هي هوايه المسابيح. انا نقيت مسباح اليوم، يعني بالنسبه لي هو مسباح شكله غريب شويه، استعرته من ضيفنا الكريم عشان أبدأ في الحلقة. بنسولف بعد شوي وبنشوف تشكيلته، ما شاء الله عنده تشكيلة عجيبة غريبة. هي عادة المسابيح يعني الهواية مرتبطة هي مع الأحجار الكريمة مع بعض، كذلك كثير من الهوايات يعني بالكويت قديما كانت تعتبر تسلية وتعتبر نشاط اجتماعي وتعتبر تجارة، منها المسابيح، منها مثلا تربية الحمام، منها حتى أيام مدارس أيام طفولتنا كنا التيل ما تيل. أنا أذكر كان عندي جنطة، هذا يا ويل اللي قرب منها، جنطة مجموعة تتيل فيها الصيني وفيها مش عارف شنو الأسامي هذه، الحين يعني ما أصبح عليها القيمة، يعني بالبقالة تشتريها بمبلغ، ولكن قبل كانت لها رمزية يعني، وتلعب هذه شو يسمونها روز وأشكال وألوان، والله نسيتهم أنا. في عندنا هوايات كانت جميلة وحلوة فعلا يعني تفتقدناها هذه الأيام، فاليوم بنسولف عن هذه الأمور بشكل عام وعن المسابيح والأحجار الكريمة بشكل خاص مع ضيفنا وهو هاوي ومختص في هذا المجال، يعني عنده ما شاء الله تشكيلة حلوة، وحسب ما قال إن عنده تشكيلة بعد خاشها ما يطلعها على الهواء، الأستاذ عبد العزيز الجدي. أبو عبد الله مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير والكرامة. هذا اللي أنا ماسكه كهرب؟ لا، هذا سندلوس. سندلوس، سندلوس ألماني قديم. ألماني قديم، طيب بنجي بعد شوي على أنواعهم كلهم إن شاء الله بنسولف عنها. غازي الدوسري مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. اليوم ما تحتاج دفتر ولا تحاليل ولا شيء. لا، حتى المسابح تحتاج مرات سجل. لازم تاخذ خبرة فيها. مساك الله بالخير أبو حسين، مسي على ضيفك الكريم. مساك الله على إخواني وكرامة. على المشاهدين والمشاهدات. مطر برا والله مطرة زينة، استمرت فترة زينة يعني. صدق؟ احنا ما لحقنا دقيقة دقيقة ونص وأنا بالطريق. ما شاء الله. خوش مطرة. لحق عليها بالطلعة إن شاء الله. رحبت فيني أنا وغازي. أنت جاي من قبل مالك شغل. هو اللي توه يعني. لا، أنا أول مطرة وهو بنهايتها. لا، عشان رجع من السفر. جاي من السفر. جيب لكم الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. متى سافرت؟ أنا سافرت يوم الاثنين. حلو، شفت الفترة اللي أنت مسافر فيها بالضبط؟ كان أحلى جو بالكويت. والله صدق. إذا مو أنت اللي جايب يعني، أنت لما سافرت صار جو حلو. شلونك دكتور؟ والله الحمد لله. طيب ان شاء الله. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. ورحب بالضيف العزيز. نعم. وان شاء الله نتعلم منه مثل ما قال غازي اليوم. ان شاء الله. بس انا في ملاحظة على موضوع الجنطة. ايه. يعني انت جيلك جيل الجنطة. أي جنطة؟ احنا لان ما عندنا جناط، الليتيال قبل تغطي حليب تموين. لا، نيدو عشان تفرق بينه. نيدو هذا لا، احنا بعدين حليب تموين. قبل نيدو كان في كلم. كلمب. لا، هو فانت لا يعني مبين عليه، مبين عليه من الجيل الجديد. لا، المناطق والله صباح السالم ايام قبل تيل. بس الجنطه حق البيت بدرسها مخابين نتمشوا بس بالبيت لا، ترتبهم جنطه عندي، الكبار بروح والصغار بروح، وهذه الصغيره هذه تصير نادره. تلعب كنت؟ اي والله خوش العاب قبل. للحين جمعت يلا انا. والله؟ والله عندي هالكثر. ما شاء الله. لا بس في العاب هذه اللي تسوي حفره عوده، وفي اللي تسوي حفره طنب اللي طنب هذه البيس انا محترف فيها. اي محترف فيهم كلهم، بس ان هذه الاورطه تبلش هني وتنتهي بقطعه ثانيه وانت قاعد تلوحق التيل. تدري احلى شيء فيها التيله شنو؟ اي اخذ لي واحده اللي فيها الوان واطالع فيها بالليت، تعيش عالم خيال داخل الوان، كانه مجرات، كانه نجوم، كانه شيء فظيع. جرب اي واحد بس يطالع بالشمس دي او يطالع بالشمس قويه بالليت، شيء عجيب يعني. اي أيوة والله. ابو فهد مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. اللي مسي عليك، على نرحب بضيفنا الكريم ايضا
الله نبي يحييك غازي وانت حمد السلامة دكتور عادل والبروفيسور كبير مساء عليك بالخير والله يعطيكم العافيه ان شاء الله. الله يعافيك. اليوم مسابيح شكلها مغري يعني موضوعها حلو وجميل بس انا باخذكم معاي قبل المسابيح عندي موضوع صغير يعني ناخذ لنا 4-5 دقائق عطنا الموضوع هذا يعني من الاربع اللي طاف بالضبط يعني عندي سياره سياره الاهل يعني في مع مطب صوت مزعج يطلع فقلت باخذ هالوكاله اخذت هالوكاله سلام عليكم السلام قلت له عندي صوت عند المطب وشوفها لي شنو الموضوع وكلمني قبل لا تشتغل كلمني صلحت عندكم خير على خير ما صلحت عندكم بدفع لك فلوس الفحص 30 دينار وبطلع حلو حلو تذكرون يوم المطرة نفس يوم المطرة طيب ثاني يوم دق علي كان يقول سيارة خالصة قلت له صلحت الصوت قال لا قلت له زين كم يكلف قال نصلحه احنا لك كم يكلف يبا كان يقول لي 1300 دينار قلت له لا اخوي انا جاي لك وصلت الوكالة سلام عليكم السلام يبا اعطوني فاتورتي اساس انا عارف 30 دينار الفحص اذا ما تصلح عنده كم كان يقول 240 240 ليش يبا كان يقول انا بدلت لك زيت وفلتر وماي المشاشات وما ادري ما زمزم حاطي انا شكو ما ابي بس ما ليها بس سوالف ماي لقاح اي والله قلت له انا قلت لك الفحص 30 عدل يسار يمين مالكم بالطويله قفلت عندي قلت له شوف انا راح ادفع لك حق الدهن وكذي وادفع 30 دفعت 70 وطلعت طبعا متنرفز حدي صراحه 1300 ليش؟ الحين هو انت من غير ما تقول له سوي شيء ما قلت له من كيف سوى شغل 200 وشيء سوى خلاص راح سوى السيرفس وسوى سوى كل شيء ما عدا الشيء اللي انا رايح عليه سوى كل شيء حسب كلامه طبعا دقيت على واحد من ربع السلام عليكم السلام قلت له عندي موضوع واحد اثنين كان يقول خلاص مالك شغل انا اجي اخذ السياره وخالص السياره فانا حاط ببالي ان الموضوع كبير كبير قلت يعني سويها اذا سواها ب 500 600 ببوس خشم خلصت السياره ها كم كلفت 200 قول لي يا معود تكفى قال مالك 70 كم 70 صاجر 70 دينار ايش دراك شي آلات مكسرة عنده والله 70 دينار من 1300 ل70 خاف عندك خرزة أنت والله مسابيح اليوم موجودة كلها سبعين من 1300 زي أنا بعرف الوكالات هذه لا ونفس الوكالة ما راح نذكر اسمها أنا مبدل عندهم بطارية ب120 قصبا علي بدلتها شلون أنا أقول لك شو قال لي بتركب برارك 30 دينار بالطريقة بس كفالة مالك عندنا طيب هذيلا من يوقف يعني بوجيههم شنو الإجراء اللي تقدر تتخذه معاه روح ما المفروض اللي يوقف بوجههم هذول اللي المفروض يوقف بوجه الأدوية واللي المفروض يوقف بوجه الأسعار كلها هذه وزارة التجارة شنو ربلات بألف وثلاثمائة علي ربلات مال الشيالات 1300 هذا كلام وحتى سعر البطارية ليش تحدني ركب بطارية 120 سبحان الله ابو حسين يروح وزير ياتي وزير يروح وزير ياتي وزير الوضع على ما هو عليه ما قاعد يتغير شيء في هذا الموضوع جنون الاسعار الاسعار بارتفاع ما في احد قاعد قادر يوقف هذا الموضوع وهذا الخلل المصيبه هذا قاعد هذه الاثار انت المشكله مو قاعد تصيب يعني فئه معينه ترى اليوم قاعد تمس جميع شرائح المجتمع طبعا. جميع الشرائح ترى يعني اليوم انت قاعد تتكلم على دائما لما نتكلم على الهيكل التنظيمي والوظائف وكذا قاعد تشوف الاسعار مقارنه بالارتفاع يعني مرتفع يمكن خلينا نتكلم على الدخل الفرد بالكويت مقارنه يعني طبعا قاعد نتكلم على الاجور ترى لا تقارن صحيح اذا بتاخذها خلال فتره اخر 20 سنه تقارن مستوى العام الأسعار ارتفاع الانفليشن مقارنة بارتفاع الأجور ترى ولا شيء هذه مصيبة يعني شوف كل الدول دائما تقارن بين ارتفاع مستوى العام للأجور مع ارتفاع مستوى العام للأسعار دائما يسوون بالانس وهذا اللي يخلي يعني اليوم انت شلون وين المفروض تشتغل وين المفروض تستثمر شلون تسوي سيفينج
تدخر. هذه يعني هذه مثل ما تقول هذه المعادله المفروض كل انسان يمشي عليها. هذه المعادله التجاريه، معادله اقتصاديه، سمي اللي تسميها. احنا اليوم نشوف شيء مخيف، والاسعار ابو حسين ما قاعد ترتفع يعني من كل ثلاث سنوات كل اربع سنوات. تتفاجئ انت الحين مثل ما تفاجئ ابو فهد، تروح انت الشهر اللي فات، الشهر اللي فات انت اعطيك سبيل مثال والله شيء بسيط، مكملات الغذائيه بروتين، الشهر اللي طاف خذيته بسعر، الشهر اللي بعده يعني ما قاعد اتكلم على فتره سنتين ثلاث سنوات، الشهر اللي بعده زاد عن ما لا يقل عن 20%. شيء مو معقول يعني. ليش انك انت اليوم ما عندك كنترول؟ نعم والله انت الطالب في موضوع الحريه التجاريه، وان قاعد تتكلم على 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 موضوع الانفتاح، بس في شيء اسمه كنترول لازم يسوي، لازم في ضبط يعني، لازم هذا دور يعني الهيئات الاقتصاديه، دور وزاره التجاره، لازم تضبط، لازم تكون في اليه. الموضوع فوضى فوضى ابو حسين. انت عندك محل زيد على كيفك، ما حد راح يصدق. اسعار المسحات هذه اكبر دليل يعني، اكبر مثال، وصلت 6 دنانير يعني. ولا وشوف الفتره، بس انا ليش انا قاعد اتكلم على الموضوع؟ انا ما عندي مشكله كل 5 سنوات 4 سنوات يزيد مستوى العام الاسعار، مقبوله. بس انت قاعد تتكلم على اشهر، مرات يا رجل اقل من اشهر ترتفع الاسعار، ظرف سنه ونص يتغير. يعني انت قاعد تتكلم من 40 ل 5 دنانير يعني، مستحيل، ما فيها كنترول. يعني انت قاعد تتكلم على نسبه مئويه اكثر من تقريبا فوق ال 500 ل 600% قاعد تنزل، صح، نزول حاد. انا بس ودي اتكلم عن المكملات الغذائيه، انت طرحتها، ترى ضاره للجسم، ما عليك من اللي يقول مكملات، حتى الفيتامينات وهذا ذا كلها تضر الجسم. جسم ياخذ حاجته من جسمه ومن الاكل اللي ياكله احسن من مكملات هذه. وفي ناس صار فيها امراض بالكلى وبالكبد بسبه المكملات الغذائيه، هذا طبعا مو موضوعنا، بس انا حب اقول ان الشركات الان ربحها صار اكثر من الفحص مثل ما قال اخوي سعد. يعني تودي جهاز مثلا نشتريه ب 50 دينار يقول خربان فحصوه، يقول ادفع 20 دينار. فعلا 20 دينار، انا رايح مره عند شركه قال لي 20 دينار، قلت له خلاص اقطع اروح اشتري جديد. فصار لهم، وهذا غافله عنه وزاره التجاره، ان قاعد تاخذ فلوس، ياخذون فلوس على الفحص بس. نعم صحيح. لا واذا صلحته احنا نخصمها. زين انت ليش 20 دينار مثل 10 دنانير؟ خلي 5 دنانير، بعض الشركات ترى قاعد تسوي 5 دنانير وبدون ما نذكر الاسم يعني. اذا ما حد يحدهم، اذا وزاره التجاره ما تحط لهم قوانين. يا رجل وزاره التجاره على مكاتب الخدم ما قدرت، على وكالات ما قدرت، تبي تقدر على وكاله سيارات؟ قادرين على المواطن ومسهلك بس يعني. بس طبعا هي على شنو؟ هي تفعيل حمايه المستهلك، اداره حمايه المستهلك، جهات رقابيه. ان هم بعد نفس ما نقول اذا ما في عندهم مقياس يمشون عليه ماكو فايده. يعني احنا بالمجال الصحي وزاره الصحه مسيطره على الاسعار، ما حد يقدر يحط سعر من كيفه. حتى ان شاء الله وزاره الصحه وزاره الصحه مسيطره على الاسعار. نعم نعم. أسوأ اسعار بالكويت اسعار وزاره الصحه. انت صحيح. لما تبي تفتح اي منشاه وكذا تقدم اسعارك تدرسها وزاره الصحه وبعدين توافق لك عليها. اسعار شنو؟ كلها اسعار مدروسه، اسعار خدمات، اسعار المنتجات، اسعار الادويه. مو صحيح. لا مو صحيح دكتور. لا لا قد يكون ابو حسين، قد يكون موجوده. احنا هذا بالعكس، هذا يعطي دور كبير لوزاره الصحه، ان اللي قاعد يسوونه مو صحيح. الاسعار مقارنه في المناطق في الدول المجاوره لنا، في جاب، انا ما قاعد اكلمك على اوروبا، هو قاعد اكلمك عن الاسعار المجاوره، الدول المجاوره لنا في جاب كبير. لا بغض النظر، بغض النظر، لها اجابه هذه، لان انت سوقك صغير، لما تستورد انت فالكميه هذه على حجم السوق فيصير سعرها اغلى، لكن في الاسواق الكبيره لما يستوردون كميات كبيره فتقل الاسعار. ممتاز، كلام جميل دكتور، كلام جميل. اسعار الادويه، كل الادويه، كل الادويه، لا 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 لا، كلام جميل، اتفق وياه، اتفق وياه. زين نغرم، خليني اقول لك عن هذه بس شغله، اللي ما عليهم رقابه اللي هي المكملات الغذائيه، هذه ما عليها رقابه، والمنتجات اللي هي مالت. طيب ارد عليك، اقرب سوق لنا منو؟ البحرين. مو تقول سوق كبير وسوق صغير، روح البحرين تفضل. انا قاعد يصورون لي ادويه في البحرين، في قاب
ما لا يقل عن 60-70% يا دكتور. هذه ارخص من تسال تسال عليها اداره الرقابه الدوائيه، لان هم هذا هو يطلبون غزدي. يطلبون الكشوف من الشركه ويحطون هامش الربح المتعارف عليه، في لهم كرايتيريا معينه ماشيين عليها. احنا دكتور ما يخالف، بس ما يخالف الحين المسحات، ما كنا احنا قبل سنتين كنا نقول هني ليش ب 40 دينار وكانت بالامارات ب 7 دنانير و 8 دنانير؟ شلون ارخص اسعار؟ والحين الادويه مثل ما قال لك غازي، على فكره انت لما تقول هني نزلوها الوزاره نزلتها ب 6 دنانير في بعض الدول اغلى. انا الحين توني بدبي ب 250 يعني كم؟ فوق بالامارات فوق من قبل سنتين بس انا ترى تحصلها بهالسعر تحصلها 7 دنانير كنا. لا على حسب، في اماكن واماكن. اي اماكن واماكن. انا انا دكتور انا رحت وسويت مسحه، في اماكن تحصلها 8 دنانير 100 درهم، وفي اماكن تحصلها 200 درهم فوق ال 16 دينار. بس القصد من هذا الموضوع احنا عندنا، احنا احسن دوله عندنا جهات رقابيه، بس هل مفعله؟ هذا القصد. لا احنا هذا القصد، يعني الحكومه بشكل عام ما قاعد تراقب ولا احنا شيء. احسن ناس عندنا قوانين، ما حد قاعد يلتزم بالقوانين، واحنا اكثر ناس عندنا جهات رقابيه بس يروحوا قاعد تفعل شيوخهم، بس جليب شيوخ كلهم طابين عليه، بس هذا اللي ما يقدرون. وبعدين هذه اسمها سنه الحكومه، الحين رسوم الحكوميه تمت زيادتها ل 500% و 600% و 700%. صحيح. فبالتالي عادي هذا الارتفاع، الكل يقول لك انا ما تقيد مثل ما تفضلت، اذا ب 20% هذه بصراحه يعني زياده لا تذكر. وعلى فكره يعني يمكن الحين المصانع شوي تاثرت بكورونا، ففي منتجات صدق بالفعل منتجات انا اتعامل مع منتجات خارجيه رفعوا علينا السعر، فهذا متوقع 20% 15% 30%. بس حكومتك قاعده ترفع 500 و600%. والناس وراها. خل استاذ عبد العزيز الجدي. نعم. المسابيح بعد اسعارها ارتفعت؟ اي جات وقت ارتفعت وايد. من ارتفعت. انا اشوف انا سمعت مو مبرره. مو مبرره. مو مبرر. انا يعني انا سمعت ان الحين بالفتره الاخيره الاشقاء بالخليج قاموا يدشون على السوق الكويتي، صح؟ صحيح. اي صحيح، من زمان. كانوا يدشون على السوق الكويتي. وأثر هذا الموضوع على الأسعار؟ السوق الكويتي جاذب، لأن إحنا الكويتيين ذويقة، فنختار المسابيح الحلوة، الخامات الطيبة. تاريخ. إيه. صحيح. تاريخ تاريخنا يعني يشهد لنا. بهالمجال هذا. فقاموا الخليجي يصبون. يصبون، يأخذون من عندنا، يشترون من عندنا، نختار القصات المميزة، الخامات الحلوة، الألوان الحلوة. إيه بس ليش يأخذون الأسعار أغلى؟ نبدع. جات فترة بالسوق ارتفع السوق، ثيرت إشاعات أنه ما في كهرب، الكهرب خلص، الكهرب مو موجود، أبو الكويت أكثر من بولندا الكهرب. أكثر من بلد المنشأ. أكثر من بلد المنشأ. وهي سالفة عرض وطلب، فصار العرض وايد والطلب قليل نزل السعر. صار العرض قليل والطلب كثير طبعا يرتفع السعر. يرتفع السعر. يرتفع السعر. احنا هذا اللي انا ماسكه شنو هذا؟ هذا سندلوس. سندلوس. اي سالت الدكتور مساعة. سندلوس كان يستخدم قديما في طب الاسنان، يعتبر مثل بنج لانه هو صمق الشجر. اوه. اي من صمق الشجر ورائحته كريهه شويه. يعني مو نفس الكهرب، الكهرب رائحته ليمون. ايه يعني اذا خليته بيدك ايه تصير فيه ريحه مو لا اذا حركته اه اذا حركته اما سيلته ايه اوكي انت زين ابو عبد الله شلون تعرف الفرق؟ يعني احنا نشوفه مثلا الحين نفس اللون شلون تعرف ان هذا سندلوس وهذا كهرب؟ دكتور من الخبره يعني مع الوقت انت تشتغل بهذا المجال تقرا عنه وتمارس اللي قريته تشوف شنو اللي قريته والطابقة بالواقع تعرف مع الوقت تتراكم يعني المعلومات براسك يعني المقصد بس بالنظر ما يصير عندك ثقافة تحك منه ولا تحرقه لازم يمر على تجارب بس إذا كان صخرة مو مسباح مسباح خلاص مسباح يعني مثل ما تقول مكشوف قدامك مثل الأشعة اللي تسوونها الدكاترة هو مكشوف قدامنا الحين هذا كهرب ولا سندلوس ولا بكلايت الخامات المصنعة غير العاج غير خامات الطبيعية وخامات مصنعة وفي خامات مصنعة في منها فايدة وفي خامات مصنعة ما منها فايدة يعني المصنع العفو المصنع
من نفس المادة يعني برادتها يعني باجي الحجر شيء، ولا مادة خلنا نقول صناعية كاملة مثل بلاستيك أي عندك أو أكريليك مثلا، يعني يسمونها نوع من أنواع البلاستيك الفاخر. يعني مثلا الفاتوران، الفاتوران هتلر طلب من العلماء الألمان أبي خامة تتشكل وتستحمل الحرارة، فصنعوا له هذه مادة الفاتوران. مادة الفاتوران تتحمل وايد، زائد أنه يعني مادة طبختها حلوة. إيش كان يبي فيها يسوي؟ يسوي فيها، يسوي فيها حق الدبابات أعتقد. يعني ما كان يسبح يعني. يعني إنه يستخدمها في الجهاز الحربي أو واستخدموها تالي طبلوم الرزريز من مادة الفاتوران. والله الازرارات الفاخره هذه مالت البدلات الفاخره من ماده الفاتوران. بس نفس الوقت يبنى الماده هذه وحللناها وطبخناها بتركيا، طبخه المانيا غير طبخه تركيا. يعني مثلا مثل اضرب لك مثال بسيط، لما الوالده تسوي مكبوس ها إيه؟ وتي مثلا اي اختك تبي تسوي مكبوس، نفس المكبوس الوالده؟ لا طبعا، طبعا الوالده غير، هذه صارت الوالده. المانيا صارت الرائده بهذه الخامه، خامتها قويه جدا. بس شنو اسمه، شنو اسم الدارج هذا الحين؟ فاتوران. فاتوران، فاتوران مسابيح ألماني. في منه، في منه مسابيح، يعتبر صناعي. صناعي 100% صناعي، مثل الباكلايت. مثل الباكلايت، احسنت. مثل الباكلايت، مثل خامات مصنعة وايد بعد، أسامي وايد. بس يقولون شنو الباكلايت عشان يعرفون. ايه قبل التلفونات الأسود، التلفون الأسود القديم بالأربعينات والراديو، هذا الباكلايت. ايه هذا قاموا الحين صار نادر يأخذونه ويسوونه مسابيح. نفس أنا سمعت حتى يعني نجمعهم الغدة أبيعهم على المسابيح، على الجدي. لا مو بس كذي، مو بس كذي، مش كبر. أنا سمعت مسابيح حتى يسوون، تلقى أسعار غالية يعني المسابيح من مغسلة قديمة من الحنفية. إيه حنفيات في صدق هذا بك إيه بكلايت حنفيات عندك يا طويل العمر. الطقم مال المكتب دكتور، إيه اللي يصير بلاستيك، هذا بلاستيك، هذا مستكي ألماني يتغير لونه، يتأكسد من غير يعني استخدام، بس وجوده على المكتب يتغير لونه فيصير اللون البرتقالي. إذا صار برتقالي خذوه سووا مسابيح. الكويتية ما ظل شيء، ما سوينا مسابيح. ما ظل شيء. ظهر السلحفاة سوينا مسابيح، قرن الجاموس وانت بكرامة سوينا مسابيح، وسوينا عصي. احنا قواميس ما عندنا. اي من مصر. اي من مصر، نجيب من مصر. زائد هذا الحيوان هذا اللي وحيد القرن، وحيد القرن غالي غالي جدا. وحيد القرن العاج ماله، هذا القرن ماله. انا هذا يعتبر عاج ابو عبد الله؟ لا ما يعتبر عظم. عظم ها، عظم اي بس عظم لونه رمادي، لونه رمادي على اسود، لونين ياخذ. هو تقريبا مثل الجاموس بس هو غالي، نوعيته غالي. انا بايع مسباحه ب 1300 من هذا، من هذا اي. انزين الحين من شنو اغلى ماده حق المسباح مسابيح؟ يعني الحين اغلى مسباح مثلا موجود يعتبر المفروض، يعني المفروض على حسب الماده ولا هو يتغير بورصه؟ لا لا، هو شوف نتفق كلنا على مسباح الكهرب. الكهرب ذهب الرجال معروف، يعني الناس كلها تحب الكهرب، جميع الوانه بجميع. اشيل مسباح كهرب ولا اشيل البلاستيك. وبعدين المسابيح لها مناسبات، يعني العرس غير، العزاء غير، طلعة الجمعية غير. جمعية ما أخذ لها كهرب، أخذ لها بلاستيك، ضاع انكسر إلا هذا. مصباح الدوام غير، نفس الشيء. الكهرب هو سيد المسابيح وأغلاهم، وأغلاهم. بس في من الخامات الطبيعية النادرة المرجان، المرجان يوصل للمصباح التونسي بلد المنشأ تونس، يوصل المسباح 3000 دينار. أوه. على حسب وزنه، على حسب خراطته، خراطة يدوية جديدة قديمة. بس أبو عبد الله أنا أسمع أن في مسابيح عدت 7 و8. والله الأسعار الحين مبالغ فيها وايد، مبالغ فيها، مبالغ فيها وايد. ليش؟ مو عرض وطلب.
عبد الله ندره يعني. لا المفروض عرض وطلب يعني، هذا سوق ولا انت تشوف شيء ثاني؟ انا اشوف شيء ثاني بس ما بي وما كل ما يعرف يقال. اي مو كل شيء عارفه اقدر اقوله. اي بس انه اشوف انا مبالغ فيها وايد. الحين الناس قاعد ابو حسين، الحين الناس قاعدين يقول لك استثمر بالمسابيح والساعات. والله العظيم صح. افضل استثمار الحين يقول لك افضل من العقار، افضل من العقار. يعني ساعه تدور لك عليها سنه ولا سنه ونص تندبل، بس مبالغ قاضي. بالاضافه الى حتى المسابيح، حتى المسابيح ابو فهد مسباح تاخذه ممكن سنه سنتين. يعني انا اعرف واحد يعني يهتم بالمسابيح، يعني يا رجل تضاعفت قيمه المسابيح اللي عنده. يعني اكلمك عن من قبل 10 سنوات 12 سنه يمكن 7-8 مرات. شيء شيء مخيف. يعني قاعد اكلمك على الاستثمار، شنو يجيب لك شيء خلال فتره 10 سنوات 7-8 مرات؟ ايش قال لك هو بين السطور فيها؟ الله اعلم. انا اكلمك الحين على الوقت الحالي في شبهات كثيره في موضوع خصوصا المزادات المسابيح والساعات، هذه واحده. اثنين، انا اسمع دائما في غبار كهرب، هذا انا مو فاهمه. تراب كهرب. تراب كهرب. كهرب شنو موضوع هذا؟ هو هذا المصباح لما الخامه الرئيسيه الاسخره يسوون منها مصباح، طبعا يصير في طياح. زين، في طياح هذا كسرات يسوونه كهرب كبس يكبسونه. وفي هذا التراب هذا يحطون عليه مواد ويسوونه تراب الكهرب. للأمانة أنا ما أحب رائحته وايد كريهة. وأغلبها كان قبل يبون من بولندا، الحين قاموا يبون من الصين. الصين رائحته كلش مو. بس بالعكس يقول لك تراب الكهرب هو اللي فيه ريحة حلوة. لا مو حلوة. أنا بالنسبة لي أنا ما أحب تراب الكهرب. الكهرب العادي فيه ريحة؟ أي طبعا لازم يكون فيه ريحة. البعض يقول لك تراب الكهرب مصباح الكهرب ما في ريحة، اللي في ريحة تراب الكهرب. في نوع من الخامات اللتوانية والأوكرانية يصير ما كهرب وجميع خواص، ولكن ما في ريحة. ما في ريحة. ما في ريحة. إيه هذا نوع وحيد يعني. زين خل نرجع حق أصلها. يسمونها منجمة. الحين عبد الله أنت ذكرت لنا وايد دول. حست فينا. وديتنا حول العالم. إحنا نبي الحين. بس يعني حتى المشاهدين يستفيدون يعني. نعم. تعطينا مثلا الكهرب من اي دول ودرجاته، نبتدي مثلا من الافضل الى الاقل. وبعدين السؤال الثاني، الحين انت لما تمسك المصباح وتقولب فيه، الحين هو كهرب، شلون تعرف ان هذا الماني ولا هذا بولندي ولا بلجيكي ولا؟ فعندي هالسؤالين. يعني السؤال الاول بحر البلطيق، الدول اللي تطل على بحر البلطيق، روسيا، بولندا، أوكرانيا، لتوانيا، كل الدول هذه لاتفيا، كلها يطلع من طلع من صوب روسيا، فنلندا، الدنمارك، اللي يطلع من صوب يطلع من صوب روسيا يسمونه روسي، صح، كهرب روسي. والكهرب الروسي يعتبر يعني أرخص الكهارب. وطبعا نقطة، في عن طريق البحر كهرب يطلع من البحر، في قواصين يغوصون يطلعون الكهرب اللي نفس اللي هو اللي بولندا. وفي مناجم بالبر، الكهرب البحري أقوى وأصلب من الكهرب البري. فبلد المنشأ بولندا، بلد المنشأ روسيا، بلد المنشأ لتوانيا، أوكرانيا، هذه بلاد اللي تطلع عليها. شنو أقوى؟ والأقوى شوف الأقوى أقل سعراً الألماني، مو البولندي. لا مو البولندي، أنا ما أشتغل في الألماني لأنه غالي وايد. أنا ما أشوفه جميل، أنا أشوف المصباح يكون جميل لما أنت ترتبه وتنسقه يعني تظهر ملامسك لمساتك ايه؟ عليه المصباح. أما يجيك مال نفس اللي كان عند أبوي الله يرحمه، الله أخرزه كذي صايرة وأخرزه وكانوا يستانسون فيه قديم. انت ماخذها وراثه. اي ماخذها وراثه، الوالد كان همله في المسابيح. اي نعم اي نعم اي ما شاء الله. بس انا الحين هو ما يعتبر صمق شير؟ نعم. شلون شو وداه للبحر؟ 50 مليون سنة عمر الكهرب عشان يصير كهرب. اي عشان يصير كهرب. 50 مليون سنة. 50 مليون سنة هذا عند الموضوع عند محمد علي. اعتقد في قرار ابو حمد
في قرار انا اللي قريته دكتور بعد وزاره التجاره لبيع الكهرباء اعتقد في قرار او شيء شي. انا اللي قريته بيبي يسمونه عنبر اي بيبي كهرب اوروبيين ما يقولون كهرب بس الروس يمكن الباقي يسمونه عنبر اي ام بي اي ار عنبر احنا نسميه كهرب اوكي لان احنا جت التسميه من تركيا ومن تركيا جت من دول الشرقيه اوروبا الشرقيه في السابق لو تكلمت في السابق كان ايضا بعض المناطق كانت على سطح الارض مو يعني هو مو جاي من البحر لا هي غرقت شجر غرق وكان موجود اوريدي عليها شو اسمه العنبر او الصمغ الصمغ هذا لانه شنو منين يطلع هو جرح يصير بالشيره وتقعد تنقط سنين مرات تلقى حشره فيها داخل يعني اخذت كلامك بعد ما يخالف كل واحد حبيبي ويتصلب مع السنين لحد ما يصير مثل متحجر يعني واغلاه طبعا اللي فيه حشرات اذا حشره كامله هذا وين سعره يوصل بالالاف كهرب وفي حشره اي إيه ما هو مو هو يجذب الحشرات ويجذب يعني طياح الشجر ايوه الحشائش هذه كلها تنجذب الحين انت مرات خشبه تشتريها من الخشب العادي ما يطلع منه ماده سائله لما تطقها الشمس إيه بيضة هذه لزجة إيه؟ نفس الشيء هو يعني نتكلم عن 100 مليون 50 مليون 10 ملايين سنة صار فيها جرح فهي عشان تعالج الجرح تروح تنقط مكانه صادف إن لما نقطت كانت في حشرة موجودة إيه نعم خلاص تلزق ما تقدر تروح وتنقط عليها من فوق تصير يعني تصير لقطة طبيعية تصير طبيعية حضرت مزاد قبل فترة في صخرة كاملة مالت الكهرب داخلها خلية نحل أو خلية نمل آسف متجمدة وصل سعرها إذا ماني غلطان 500,000 دولار أو شيء كذي صخرة وما انباعت بالكويت ولا برا بالكويت كانوا يبيلها الكويت عاد ما أدري صج ولا تضحك أنت والله ما ممكن يكون صناعي ما في الحين حاليا في صناعة طبعا هو هي معروضة على أنها حقيقية يعني بس ليش سعرها غالي لأن فيها داخل ممرات النمل وبيوت النمل وبعضهم يعني ما تصير كذي صعب نفس ما قالك الدكتور هي لقطة طبيعية من الخالق الشجرة هذه يحوشها بكتيريا فتقاوم هالبكتيريا تفرز هذه المادة هذه المادة تنقط شوي ملايين سنين بيبي كهرب اللي يسمونه بيبي كهرب مائع يعني مثل الجلي مو متحجرة هي مادة عضوية متحجرة ومو متحجرة هذا البيبي كهرب يقولون 5 ملايين سنة حسب ما قريت زين على هذا يجرني على السؤال في مبالغات ولعب والأمور هذه بالبيع يعني بيع الأحجار بيع المسابيح يعني الغشيم يشوف القناعة كنز لا يفنى الواحد يكون قنوع ويحط مربح قليل وفي بعدين فرق بين التاجر الصرف والهاوي اللي يبي يكسب طيب ويا فلان يبيع براس ماله حتى يعني أنا من ضمن الحوادث مرة وأهم شيء عندي سمعتي يعني خذ واحد مصباح من عندي كان زيتوني على أساس إنه بولندي كله راح سوق فحصه عند واحد قال له يبا هذا مصباح ترى فيه خرستين مو بولنديات عقب شهرين رجعه كان قيمته 460 دينار قال لي ترجع لي اياه عشان اشتري سمعتي كهاوي قلت له هاي تعال لي عند البنك سحبت الفلوس اعطيته اياه عطني مصباحي لقيته مثلم سبحان الله انت تجبر بخاطر الناس الله يجبر بخاطرك نعم بعته زياده 480 بعته طيب هذا بس الافضل زيتوني هم كهرب اي القصه زيتونيه قال القصه زيتونيه إيه القصات شنو ما قلت لنا علمنا احنا نجي على القصات خلينا نجي على القصات بعد شوي ما شاء الله اشكال والوان في قصات وفي الخامات الخامات اللي هو مو رخام ايش يسمونه جبس ومش عارف شنو نجيها هذه بعد شوي بس ابي اروح حق موضوع ثاني وياكم نرجع المسابيح والهوايات شنو موضوع جمعيه المناخ الفلك جمعيه الفلك شنو هذه الجمعية؟ أعلنتوا كنا مؤخراً أن جمعية الفلك احنا بالكويت ما عندنا جمعية فلكية يعني الدول العربية كلها اللي اشتغلوا ورانا
اللي صار له 10 سنين واللي صار له 15 سنه واللي صار له 20 سنه. احنا ما اسسنا جمعيه فلكيه بالكويت. ايش حاجتنا حق جمعيه فلكيه؟ يعني شنو طبعا شنو؟ هي يعني مثل ما تقول مركز يلم كل الهواة الفلكيين، نسوي ابحاث، نسوي رصد للنجوم، نطلع اصدارات، طور العلم، يعني نتابع الامور، رصد الاهله. يعني هذا كله تبي له جماعه تشتغل عليه. يعني في عندنا فلوس بعد، ها يبي لها فلوس مو بس جماعه، يبي لها فلوس. احنا والله قاعد ندور اذا في دعم. كم تبون برا انتم ابو حمد؟ من هداكم جايين على التلش يعني الحين يوم اللي طلع القرار ان لانشاء الجمعيه لازم توقعون تعهد بعدم اعطائكم مقر وعدم حصولكم على اي مساعده وغيره، عدم اجار بعد. ايوه وحتى بعد اجار بدل اجار ما يعطونكم، فانتم جايين على اخر شيء. والله احنا نامل يعني ان يبرى لها ملك مثل ما يقول. يلا ان شاء الله ان شاء الله. وهدفكم نبيل، قلنا عنها شنو 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 بالكم، شنو يعني شنو اهدافكم؟ بالنا ننشر الوعي الثقافي والثقافه الفلكيه في المجتمع، ترابط مع الآخرين، الجمعيات اللي في الخليج ودول العالم، حضور مؤتمرات، تنظيم مؤتمرات، إقامة معارض بالكويت، دورات تدريبية. يعني احنا حاطين يمكن تقريبا 17 بند اللي احنا راح ننفذها إن شاء الله. يعني إذا تم إشهارها، احنا الآن بالتأسيس ناطرين الإشهار. يعني شلون طريقة الانتساب؟ أي واحد يبي ينتسب، وفي جور قليلة بالسنة، يعني يدفع اشتراك سنوي. كم اشتراكاتكم؟ والله حنا حاليا نقول يمكن 20 دينار بالسنة. ما ندري الوضع شلون، ما شرط انكم متخصص ولا شيء، بس يعني أي واحد مهتم بهذا. احنا يهمنا الشباب الصغار 14 15 20 20 اللي يبي يتعلم فلك. ما يبينا الشياب، ما يبيهم الشياب، هم اللي يدعمون. يدعمون خلاص. ما تبرع تبي الشباب يبون معاشات، تعطيهم معاشات؟ لا، الجمعيات ما تعطي معاشات. الجمعيات طبعا تطوع، هو نوع من التطوع. بس هذول حتى الحين الشباب اذا يوكم عندكم امكانيه تدربونهم تعلمونهم. اي راح نسوي مركز تدريب طبعا. شلون الله يوفقكم. الله يوفقكم. خوش فكره يعني للامانه. نحتاج مثل كل جمعياتنا صارت سياسيه ومش عارف شنو، نحتاج شيء علمي، شيء يعني غير شويه. في جمعيات مهنيه اصلا، من احد شروط تاسيس الجمعيه انت توقع تعهد عدم التدخل في السياسه وعدم التدخل في الامور واقعيا سياسه ودين. واقعيا عاد هني دور الرقيب. من الرقيب؟ وزاره الشؤون، حاليا هيئه القوى العامله، في عندها قسم خاص وموظفين موجودين، هذه شغلتهم. اذا هم عاد ما يقومون بشغلهم وينطرون ان تصير قضيه راي عام او بالتويتر او يحركونهم بالسوشيال ميديا بعدين يتحركون، هذه مشكلتهم. لان انا لي سوابق وياهم، يعني هذيل اللي بغوا ينفذون القانون يعرفون شلون يلفون ويدورون وينفذونه، ولا اشتهوا يصكون الباب ولا يردون على احد. بس انا طبعا انصحك ان تشوفون الشروط ابو حمد، في اللي هي المهله مالت 90 يوم، وبعدها ممكن انتم تتقدمون بقضيه بالمحكمه وهذا، لان ممكن احنا مع الاسف يعني الوزاره ما هي حياديه، او هيئه القوى العامله، وانا اقولها على مسؤوليتي الشخصيه، ما هي حياديه بهالامور. على حسب من اللي يتقدم، انت في شروط عندك عدد كذا، هم يشوفون الاسماء. وانا مسؤول عن كلامي. لا انا مسؤول عن كلامي. تجربه سابقه بيني وبينهم، ما هي شيء. زين انطر خلي يتعدى القانون على الاقل، الحين تجرونا وياك. لا احنا قاعد نتكلم بشكل عام، نقد مباح، هذا نقد مباح، وهذه وقائع، ما هي شيء شو اسمه. واحنا صدقني يا ابو حسين، لولا التعهدات والاتفاقيات العالميه اللي احنا موقعينها ما كان هذا التساهل في فتح جمعيات النفع العام. بس هم ما يصير، دام انت خصيتهم ما يصير تتهمهم. يعني انا اقول لك شغله، احنا من بدايه الالفيه، من الألفين، اذا تلاحظ انت تسلسل انشاء الجمعيات والنقابات زاد العدد نتيجه توقيع الكويت لاتفاقيات دوليه. ولا قبل كانت الناس تقدم وما يردون عليهم، يرفضون، يقول لك يرفض. والحين حتى بالقانون الجديد من حق الوزاره ان ترفض، ومن حق الشخص اللي تقدم انه يلجا للقضاء. لكن شنو، ياخرونك يعني ياخرونك. فحتى الهمه، الناس اللي كانوا يبي يسوون جمعيه مهنيه، صحيح، او جمعيه مثلا الاخوه او شيء، يعني تفتر همتهم. فهذه المشكله، خصوصا لما تكون جمعيات يعني هذه مهنيه صرفه.
هذه ما فيها لا توجه سياسي ولا شيء. طيب. لكن احنا المشكلة على المجتهد. بفهد شنو تذكر من هوايات قبل؟ والله تيال لعبتي. بعد تيال؟ اي بس انت على جنطة وما وين جنطة؟ لا هو الجنطة. قوطي مال نيدو وزين اذا حصل. ومخامط عسى ما تنام ولا شيء خذ اخوك ولا القوطي الابيض هذا اللي عليه ابراج. لا لا قبل انا اصفر تذكرونه نيدو. انت لا شوف انت اقدم من نيدو ترى جيل عن جيل يفرق. لم. انا ابيض انا ابيض حليب تموين اصفر. لا لا انا قبل التموين قبل التموين ها قبل التموين. واذا جاك الروز مصلفح بعد شيء صاير ها كنا قبل الربع عندنا واحد من الربع راسه جيلي براسين قبل نسمي الروز براسين. بس شنو اللعبه اللي تذكرها تلعبها؟ طنه بعد دائره وديلو بس ما كنت شاطر فيها صراحه. طنب مو اللي تلحق لا لا طنب اللي تحط تصفه يعني مثلا تحط خط دائره وخط بالنص اي تحط وخط برا على الدائره انا اصلا من كثر ما كنت متمكن بالطنب في انت عشان تصير الاول او الثاني او الثالث من اللي يقول اول فانا لما كنت اطق اقول تلش يعني الاول يعني اللعبه الجايه الاول ضامن ثقة من كثر مضامن انا اطنب انا طلعت عليمي بينكم بس ابو حسين شوف يعني الالعاب اللي قبل يعني احنا افتقدناها بكل امانه احنا افتقدناها يمكن كبرنا على هذه الالعاب بس اليوم ما قاعد نشوفها نهائيا يعني اندثرت الاطفال الجذي الكيل موجوده ايه؟ احنا بالبر عندنا شباب لا يلعبون لا شوف لا لا خلينا نتكلم بعض الاشياء بس انا بشكل عام ما قاعد نشوفها يعني اليوم الاطفال صار عندهم الموبايل والاشياء الالكترونيه ايه؟ اللي قاعد تاخذ وقت للاسف يعني قبل انت تطلع طاقتك ترى بالفريج بالشارع مقصي عندنا مقصي ايه؟ وعندنا الالعاب اللي كلها انواع طنب وملاحق واورطه ويعني مثلث وعندك عندك شو اسمه عندك عظيم ساري يعني فيها بكلمة واحد كل واحد له جروب يعني يسميه هذه اللي شو اسمه هذه اللي نلعبها براحة ويصير فريقين يطق الثاني للحوش الثاني اي وفي عنبر كان تذكرون اللي يحطون الصخر وتجيبون كره مثل تنس ويطقها انا قصدي انه يعني بكل امانه هذه الامور كانت شويه تطلع طاقاتنا لما نرجع احنا خلاص منتهين نبي ننام او نرتاح يعني ما نأذي اهلنا بالبيت الحين شو المشكله ان الطفل لما ياخذ هالالعاب ينشحن تكون عنده شحن والالعاب اللي قاعد يشوفها فتلاقي بيطبقها بالبيت فحتى الاهل اليوم لما هذا يستخدم بس ماكو فعلا ما في طاقه رياضيه او ما في طاقه جسمانيه كل الموضوع كله يعني كل المجهود مجهود فكري أيوة قاعد بمكانه وتركيز تلاقي وعيون قبل شوف قبل, تروح قبل هوايات يعني لما تلعب تي المساحه لما تطير حمام تشوف حتى الفخ أيوة هذه حتى لما تروح جسمه تروح الحبال أيوة فخه وكذا وعلاقتنا زينه كانت مع الحشرات ممتازه جدا عرفت غير الحين اللي خاف منها ففعلا ابو حسين يعني هذه الاشياء والله العظيم يعني انا يعني مفروض في جهه تتبناها اي والله مكان يتبناها أيوة على الاقل خل عرفوا الاطفال في هذا الشيء خلي يعرفون يمكن يستانسون عليها ترى أيوة يمكن يحبونها يعني ترى هم الطفل مرات ودي ليش ما تسوي جمعيه تيل انت بعد والله ما يمنع ترى ابو جمعيه تيل جمعيه الهوايات القديمه مثلا نبي نسمع الذكريات هذه من ابو حمد اي يعني ترى في اشياء سابقنا فيها ابو حمد بس انا عندي شو اسمه بعض الاخوان يطلبون رقمك اعطيهم رقمك اي اعطهم رقمك على الهواء اقوله ولا قوله على الهواء قوله انت 6688 1633 مره ثانيه 6688 1633 طيب هذا الاخوان اللي قاعد يطلبون رقم الاخ عبد العزيز الجدي هذا رقمه صار له اكثر من اي بعضهم يبي يشتري وبعضهم مش عارف شنو ما ادري اي احنا النسبه مالتنا 25% حاضر حاضر طيب تدلل اي تفضل طبعا انا مثل اي شباب يعني كنا نلعب تيال مقصي عنبر لا في واحد سالك سؤال منو غازي صبة إيه لا كنا نلعب بعد غازي ما قالها أنا كنت ألعب دامة تقول يقولون شاي دامة إيه دامة دامة موجودة لا موجودة لا دامة ودومنة أكو مثل الدامة اللي كنا نلعبها بصخر شنو هذه صبة
صبة هذه صبة 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 لحقت على لا كلش والمقصي الصبح بشتة تلعبون قبل لا تروح المدرسة إذا هفك هني الله أنا عندي ذكرى ما هي زينة أنا كسر خشمي من المقصي أخوي قاعد يلعب وأنا ملقوف بعد رايح يمه فتعرف طق المقصي كذي وطقها ولا تلبس لبست بالخشم ذكرياتي مزينة معه الحين على فكرة يعني في تشوف الهوايات الحمام والحيوانات هذه موجودة بشبت صراحة صحيح. يعني تروح تستانس يعني أنا من الربع هناك والله تستانس تشوفهم حتى صحيح. اللي ماله بتطير الحمام سبحان الله الأجواء والأفق المفتوح هذا لما تطالع وكذي صج رقبتك تنكسر أحيانا بس وناسة غير الحين جاب التليفون تحس عالم مغلق وكئيب للأمانة خلنا نرجع حق المسابيح أول شيء أنت السندلوس هذا ما سمعت عنه تسوون في بنج من قبل لا والله يمكن لا اسم ثاني أنا عندي طبعا لا اسم كتاب تاريخ ايه؟ كل أنواع البنج اللي استخدمه احنا أشهر طريقة بنج كانت اللي هي طق طق على راسه هو بحجر بس بحجر هالكبر ايه؟ يطقونه على راسه يطيح غشيان شل عنبرسه يصحى يجاب الراس احتمال يصحى هذا موجودة ترى يعني بكتاب التاريخ هذه حلوة صج قبل ايه موجودة شلعبتين هاي تشيلونه ايه صجعت ايه انت قاعد تشوف تاريخيا انا قاعد اكلمك عندي تاريخ طب الاسنان انا من اول ما بدأ ليوم الحين دلع وهم يخافون ايه والله الحمد لله الحين احنا نبي مو بس هذا نبي الخواتم الخواتم بنيها ترى عالم اخر يعني ما نلحق عليها بنيها الخواتم بس الحين القصات وقفنا عند القصات شنو القصات والاسامي انا اسمع اسامي مرخم ومبرقع ومش عارف شنو اي نعم اي نعم بالنسبه حق القصات على حسب ذوق الشخص نفسه لما يكون شاري حجر يوديه حق الخراط يسوي له يقول له قص لي مثلا قصه مثل هذه القصه هذه شو اسمها هذه سداسيه اي اللي عندك دائري اللي عندك دائري في قصة بيض الحمام اي في قصة تفاحة حلو اي قصات مختلفة هذا حلو في يسمونه عنباية هذا يسمونه صندوقي هذا اي هذا صندوقي كم سعره هذا او كم جرامه خلينا نقول هذا يا طويل العمر 40 جرام الجرام بخمس دنانير الجرام بخمس دنانير اي نعم اي يعني 200 اي 200 دينار 41 هو يعني 205 205 دنانير مع الخصم مع الخصم تستاهله بس قبل نسبة البرنامج قبل يعني خبرنا ان 33 يخرز المسابيح الحين نشوف مصباح هالطول والله شوف اول بداية خلينا نتكلم عن بداية المصباح كان المصباح يستخدم من الخشب يعني ياخذون خشب شجرة الزيتون نواة الزيتونة ويسوونها مصباح يسوونه 33 حق التسبيح وكانت يعني الناس متوجهة إن اللي شايل المصباح لازم يكون مطوع لأن كله يسبح إيه. هو أساس ولاحظ أبو عبد الله 33 إيه 33 عشان التسبيح الأصابع عشان التسبيح فبعدين تطورت المسألة إن لا والله قاموا يشوفون خامات ثانية خشب ثاني لا والله أنا أبي المصباح يصير 45 أبي 66 ليش؟ إذا دخلت مجلس ولا شيء يبين بديني شنو مصباح نتفجي الطولة لا ما أبي مصباح الطولة لا أبي مصباح كبير أبي أسوي من نفس الخامة أسوي تمليكة هذه يسمونها تمليكة هذه تعطي جمالية للمصباح أبي أحط تفاسير فوق إحنا نسمي هذه الفواصل تفاسير فوق والتفاسير تحت يصير المصباح أجمل وهذول يسمونه مديوس تسمياتنا عاد هذه ديوس هذول ديوس وهذول تفاصيل ديوس يعني ديد وهذا هاي تمليكه يعني شكل 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 اللي قلته بالعلم يا اخي شكل يعني بعد كلام يبتى بالملي صح وبعد هو خبره ما شاء الله هذا الحين هذا شغل كويتيين اللي قلت مشوا على الخليج كله يعني اللي بدوها الكويتيين ايوه خلينا المصريين يخرطون على كيفنا اي انتوا عاده تودون هناك نودي مصر والخراطين هناك ارخص وفي خراطين هناك وايد غالين بالامانه اتكلم بالامانه يعني. احنا رفعنا اسعارهم
احنا شوي 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 صار طلب عليهم فارتفعت اسعارهم. اول كان يخرط ب$100 الحين ما يرضى ب1000. الله اي ما يرضى. هذا يرفع يرفع قيمه المصباح. المصباح اللي الحجر واحد ومخروط عند خراط معروف ضيف على قيمته سعر الخراط. يعني مثلا قيمته الحين المصباح 500 دينار، تحط تكلفة الخراطة كم؟ تكلفة الخراطة أقل خراط يخرط كهرباء الحين 200 دينار. تضيفها ني حق الخامات اللي سألتوني عن الخامات. في الخامات، الخامات العادية الليمونية، في خامات لا يصير نص شفاف ونص أبيض. أبيض هذا شنو؟ هذا يسمونه منوصف. منوصف منوصف يسمونه. حلو. أي والمبرقع أي نفسه بس يصير الشفافية أفتح. أبو عبد الله ارفع لنا خلينا نعرف النموذج يعني. هذا 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 إن شاء الله. أبشر أبشر. تسلم. هذا منوصف. مخرجنا عطنا. أيوة نص بنص. خل قرب قرب يدك. قرب. أيوة أي أي نص بنص. خد وخد. أي هذا منوصف. أي نص شفاف نص أبيض. هذا الحين أنا أشوف بالمزاد إذا قال لك مشخط الله يعني يعني أقوى شيء. كان مشخط؟ عندي مشخط بعته. كان عندي هذا لبنو الحين طلع عندكم ديس وخد. شنو بعد عندكم؟ شوف هذا المصباح مدلع ما شاء الله. هذا مدلع طبعا. هذا مدلع السؤال. هذا المصباح مدلع. أنا دلع أخرزه بالشكة تفاسير طبعا يعني بدون فخر. أنا ابتدعت إن نحط تفاسير فوق على المصباح الفرز. ليش سموه تفاسير؟ لا أعلم ذلك. لا ترى هي لها ارتباط. الروزري اللي هي المسبحة مالت المسيحيين. أي نعم. طلعت حوالي 300 ميلادية. نعم. فعندهم هذولا يسمونهم الألغاز المستري. أنت الحين شنو قلت؟ التفاسير هم يسمونها ألغاز. عكس. مستري. إيه. إيه. عندهم كل مصباح في 5. الفواصل. الغاز اللي هي الفواصل اللي هي الغاز. وش كثر كلها علاقة عددهم عندهم؟ يجي كل 11 بعدين فاصل 11 فاصل يعني عددها كلها 54. هل لها علاقة بعدد أسابيع السنة؟ منو أول من استخدم المصباح؟ هي طلعت بأفريقيا. يعني شنو فكرتها بدايتها؟ بأفريقيا طلعت من آلاف السنين. آلاف السنين. إيه البوذيين والهندوس أيضا قبل الميلاد بكذا ألف سنة. ليش كانوا يستخدمونها؟ يستخدمونها أيضا تمتمة و تعويذة. تعويذات يعني كانوا يستخدمونها. بعدين دشوا المسيحيين بعدين صارت عند المسلمين واستمرت هي. حلو. وزين إحنا نبي حل حقنا. إحنا الحين هني المخرج قاعد لنا على الوحدة. كل ما واحد فينا مسك مصباحه أي. قال له صوت مصباحك بالهذا. نبي مصباح ما يطلع صوت. ما في مصباح ما يطلع صوت. زين صوت اخف. وجمال المصباح بصوته ما يخلينا المخرج. زين توتر يروح من عندك وانت تسبح. على طاري الصوت الحين انا مرات لما اخذ مصباح غالي من احد من ربعي فلما اسوي فيه كذي يقول لا 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 امسكني طقطق. شنو لانه ينكسر الحين. مو هذا كهرب ووضع زين وقوي وكذا. معقول إذا بهالحركة ينكسر؟ ينكسر ينكسر الشاهد. طبعًا هذا أنا نسيت أقول لكم إن هذا يسمى الشاهد. أي السعودية يسمونه الإمام. كل دولة لها تسمياتها. السعودية فيها سوق مصابيح بعد؟ إيه فيها بس يشترون من عندنا غالي وايد عندهم. يعني هني أرخص؟ أرخص من عندهم. والله؟ إيه والله. حتى المصابيح الثانية البلاستيك العاج. أرخص من عندهم. زين طلع عندنا شيء أرخص. إيه إيه لا الحمد لله. على عشان بلد منشأ. زين الحين إذا بس هذه الحركة. يعني الحين أنا ما أقدر هذا مصباح كهرب حجر واحد. أنا ما أقدر أطقطق فيه كذي. إنزين أخاف عليه. شنو بعد الحركات اللي المفروض ما يسوي واحد يسويها إذا مصباح غالي يعني غير الطقطقة؟ شنو بعد؟ الحركة اللي مفروض كل واحد عنده مصباح غالي ما يسويها إذا ركب السيارة وحطه كذي ونساه. إيه. ونزل من السيارة. شو مرة يطيح على الجار. تتشلخ الخرز. أيوة. اي فشوف في ناس عندها استخدام نظيف حق المصابيح. حلو. يعني يستخدمه يطلع حق العرس يلبسه ويستانس فيه وهذا
واذا اي واحد قال له عطني اياه قال له لو سمحت مسباح اي ما عزيز عليه هذه اللي بسالك عليها. اي نعم هذه عاده للاسف عند البعض ان شاء الله مو كذا تقعد يعني بعض المسابيح غاليه تكون شاريها يقول لك عطني اياه بس شويه شو يا ينسيك اياه يا تنسى يا كذا شنو الحل له يا جماعه هذا واكيد كلنا مرينا بهالموقف هذا. انا بالنسبه لي انا ما استحي انا المسباح عزيز علي ما استحي ويعرفوني اني ما استحي تفضل اخذه قلب فيه طالعه قلبه تعال ها فلان بروح هناك تعال 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 مسباحي وروح وين ما تبي تروح اي ما استحي. الحين اعتقد قاعدين يكتبون اساميهم يعني مثل حديده صغيره يحطونها بالطرف يسوونها انا سويتها الامانه نحاس نحاس مثلا يبون اسم العائله او اسم ابو فلان او كذا عشان فلان يميز او هذا سويتها من نحاس وطليتها بماء الذهب. لا بس في طريقه ثانيه يقول لك التوقيع مال الصانع مال الصانع هني يصير هني يصير تصير هني يصير نكشه معينه اي يحفر بالخرزه على شكل معين فستاندر يصير توقيع هذا. زين شنو يقول لك زينه وخزينه المسباح زينه وخزينه يعني ما في خساره لا ياكل لا يشرب لا يموت كل ما قدم ممكن سعره يرتفع كل ما قدم صار احلى وبعدين يصير يعني انت المسباح اللي يصير حجر واحد الخراط هو يعني يصممه على كيفك فشيء صاير على مزاجك على رغبتك هذه واحد فتحبه وتحب تحتفظ فيه. المسباح الفرز مثلا طاح منك وانكسرت تخرزه ودرت كعب داير تدور نفس الخامه تبي تحط له تفاسير فوق تبي تحط له ديوس تبي تجمل المسباح نفس اللي وريتكم اياه مساعد انا مدلعه هذا المسباح كعب داير على المحلات ادور قطع قيار هذا يصير عزيز عليك يصير بينك وبينه علاقه يبيعونهم ويسبيرات في اللي جاهز اللي جاهز يبيعونه ويا سبير مثلا خارطه من حجر واحد يصير ويا سبيرات خرز يصير راس تمليكه يصير اللعبه يسمونها هذه اللعبه اللي بالنص هذه يسمونها اللعبه يصير ويا سبيرات اذا صارت الخامه في منها حاصل. انا مره شريت حجر تقريبا 700 جرام وديته حق الخراط قصه شرايح كان يقول لي ترى حجرك مضروب من داخل شنو مضروب قال كله كركات وكله سوس زين يسوس الحجر من داخل فما منه فايده المفروض هذه 700 جرام كل 220 230 اذا الخراط شاطر طلع لك مسباح ناهي يعني ناهيه معناته المسباح يعني تقريبا من 50 الى 55 جرام مع تمليكته يطلع لك سبيرات المفروض هذا الحجر يطلع لي ثلاث مسابيح طلع لي مسباح واحد. العيب منه ولا من الحجر؟ هو يقول من الحجر والله أعلم يعني أنت مو واقف على رأسه وقت اللي قص إيه. فبعدين طلع لي مسباح واحد بس الحمد لله يعني شوف أن الكهرب أنه ما في خسارة تكلفة الحجر طلعت علي 1700 بعت المسباح هذا ب 1250 2250 ما خسرت في الحجر كم الحمد لله أغلى مصباح بس بقى. شوف طولت السالفة على ما على ما انباع بلا رقاب بس لك لو سمحت تفضل هذا ما يتاكل مع الاستخدام يصير ينحك مع بعض الخرز يحك مع بعض كذي ما يتاكل مع بعض لا ما يتاكل يتاكل من الخيط الحرير احنا نسميه الفتحات مثلا الالماني القديم تلقاه مهور يعني كله ماكول من داخل مع استخدام الخيط فيتاكل من داخل مع المده مع الاستخدام اللي مصباح عمره 50 سنه 60 سنه تلقاه يبين من فتحات الخرز قديم او جديد يتاكل من داخل اما من برا ما يتاكل. الحين اكو بولندي الحين عند اشخاص موجود لا بس موجود القديم اي موجود القديم اي لا في جديد ولا خلص الصخر البولندي يعني
والله هو على كلام واحد انه يهربونه من بولندا يودونه لتوانيا عشان يجيبونه للكويت. صار نادر يعني. يعني ما ادري ليش اللفه هذه كلها. يمكن مانعين ما تدري. صادق والله كنت في لتوانيا قبل سنتين، رحنا رحله بحريه بحر البلطيق، مرينا كل الدول. وبالفعل انا ما عندي هوايه بالمسابح بس كنت اشوفهم وكميه كبيره يعني، يعني وايد اطالع ان اقول انا لو افهم بالمسابيح كان جبت مثلا حق الربع. بس ما تدري تي تشتري يعني، انت ما تدري هذا اللي يبيعك شنو. مجرد بس بمكان واحد اللي بروسيا خذينا حجر لان المكان حكومي وعليه تسعيره يعني وشهادات. اي وشهاده معه. هذا المكان الوحيد اللي شرينا حق الاهل يعني حق الحريم. قلادات 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 حلوه جميله. هذا احنا خذينا حجر عشان يسوون قلادات. بس المسابيح يعني انا لانه ما اعرف فيهم، بس مثل ما تفضلت بلتوانيا كان في وايد وكان بروسيا وايد يعني كميه كبيره. روسيا وايد. الحين ابو عبد الله، الحين انا قاعد اشوف غير المسابيح ما شاء الله مزين ايدك يعني بهذا، هم هذا حجر ولا؟ اي هذه احجار، هذا كهرب بولندي. اي وهذا حطيت فيه عقيقة وكهرب وخشب الكوك وكهرب هذه وعاج وحطيت فيه فيروزة. هذا أنا يعني مثل ما تقول ابتكرته، بدال لا الناس تلبس خيوط أو تلبس جلد ما تدري من وين مصدره، خليه يلبس أحجار كريمة. صحيح. نفس العرب القدامى ما كانوا يلبسون قلادات. نعم. ما كانوا يزينون ملابسهم ودينهم بالأحجار الكريمة. نعم. عن نفسهم ما فيها خلاف شرعي ولا فيها ولا كلش حجر كريم. زين، في أحد الأخوة يسأل يقولك هل في مصباح عن العين والحسد؟ مصباح عن العين والحسد؟ لا ما في. ما في. ما في مصباح. المسابيح فيها نفس الخواتم كذي يعني، يعني يعني الخواتم الحين بنجي عليها، بس الخواتم يقولك هذا حجر كذي، هذا حجر كذي، هذا حجر كذي، وكل واحد له فوائد حسب ما يقال. المسابيح فيه كذي ولا اللهم بس زين؟ لا في مسابيح هي مرتبطه ببعض الاحجار. الاحجار ويا المسابيح يعني قاعد ناخذ العقيق ونسوي مسباح. اوكي. اني عقيق هندي يكون رخيص، اني عقيق يماني مسباح مثلا سليماني ونسوي مسباح، فيروز نسوي مسباح. فمرتبطين المسابيح بالاحجار. نفس الشيء ناخذ الحجر مال الكهرمان. يعني عندي انا واحد صديق ما عنده مسباح، هاوي مسابيح هو ما عنده مسباح الا مفصل، ماخذ خرزه قاصها مسويها خاتم. خاتم خاتم يطقم. ابو فهد شنو الموضوع ما تقدر تبيع الا إيه انا قريت هو ان شهاده مواصفات بالكهرب لازم تباع معها. والله كلام على قرار صادر من وزاره التجاره قانون فيه. كلام على الورق ما شفنا شيء. ما نفذوا، ما نفذوا على التجار. زين لو ينفذونه يعني يتراوالي افضل. في غش بهالموضوع يعني. انتوا ليش تبوني اتكلم يعني؟ لا لا عادي احنا لازم نتعلم الناس. انت راح تتكلم بالواقع يعني. ترى في ناس وايد ابو عبد الله يروحون يشترون كذا يبيون يتجنبون في قش بالموضوع. دش القش بالموضوع. السبب الصين. الصين لما تكهرب من بولندا ومن المعارض الاوروبيه بشكل مهول، وكنا نستغرب وكنا نقول بالمقابلات ما ندري ليش الصين يبي يدخلونا بالعلاج. يا رجل سووا لك كهرب مصنع. كهرب رنت، كهرب شوفه، كهرب خواص الكهرب وهو مو كهرب. يعني حتى انتم اللي عندكم خبره ما تفرقون. ننصاد. الله. ننصاد. وانا احذر بعد الساده المشاهدين انه ينصادون. هو بس بالحرق انت تنصاد ابو عبد الله. طيب شلون ينصاد؟ لا يعني خلي ياخذ من ذوي الخبره، ياخذ من رجل الثقه. ابو حمد يقول لك لا حركته يبين، بعد حركته اخترب مشكله. مو انت تشتري كميه وهذا تقول له قول هذا بحرق. حجر قصدك مو مسبار. اذا طلع ريحه ليمون يعني كهرب. زين اذا طلع ريحه ليمون تمسك خرزه تطقها بالطوفه ترجع لك. لا لا قول بطاط اخوي البلاستيك وهذا المنتجات الصناعيه يبين ريحتها يعني يبين حتى ماده تسيل منها وتطيح اذا حرقتها. اي نعم. يعني الحين لما اروح اشتري جداشه مثلا او تموع خام اقول اول شيء خلني احرقه.
احرقها امس اخذ قطعه صغيره واحرقها اعرفها قطن ولا صوف ولا بوليستر. الواحد ياخذك وياه اللي راح يشتري. اي اي لا بس مشي الولاعه الخام كذي. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك شاطر حتى الخام تحرقه. طيب ليش الخام الحين هذا حق الجلد حق الجلد هذه شلون فحص الجلد كذي بالولاعه عشان تعرفه اصلي ولا مو اصلي. اذا قلت له اذا بيبيعك اصلي تقول له احرقه يقول لك حرقه يدري انه اصلي ما يحترق. اي ما يحترق بس عاد تمشيها كذي مو تقعد تقعد ساعه عليها. زين هذا ليش اذا حركته ما يذوب الحين؟ بلا يذوب نفس البلاستيك عيل. لا يذوب بس يطلع رائحة ليمون ريحة غير ليمون الاسحاري تعرفه؟ شلون يذوب شلون يذوب لحظة ليمون الاسحاري مال اللي يسوون فيه شاي لومي نفس اللون نفس الريحة نفس الريحة بالضبط. الجدي المنتجات الطبيعية ما تذوب قد تحترق صح وتتحول إلى رماد أو ذرات صغيرة. أنا ما قلت البلاستيك يصير سموع يصير ساعة جميع. لا جميع هذا صناعي الطبيعي عمره ما يسيح. يعني جرب أي صخر الآن يصير رماد يتبخر يصير رماد يحترق بس إنه يسيح تطلع منه نقطة سودة كذي لا. أنا قلت يموع يعني مثلا شاهد تحرقه بدرجة حرارة معينة يتغير شكله ما يتبخر ولا خلنا نجرب احرق. لا لا زين احنا نجرب بخرزه يعني تحت بالشاهد ان نحرقه عشان نشم ريحه الليمون اذا شاكين بالمصباح اذا شاكين بالمصباح بس عاده نعرفه احنا من اللون ومن زين خلنا نجي. انا مره شريت واحد اشتريه وحركته مكان ثاني كان ينقطع الخيط اذا يسمح لي ابو حسين حسين مو مخلينا روح انا بكلمك بالخوات طبعا اعتقد ابو حمد عنده خبره بالمهم. الحين نلقى ناس بالخاتم هذا حق تخليص معاملات ما شنو هذا ما ادري شنو هذا ما ادري شنو هذا صج ولا دجل هذا في حجر ما ادري شنو حق المرض العقيق العقيق خاصة شنو الموضوع هذا نبي نعرفه. بالنسبة لي انا الناس تقول الناس تقول بس بالنسبة لي انا عندي الخاتم اختياره ارتياح مجموعة الخواتم هذه اللي ترتاح له نفسك وتطيح عليه عينك وتشيله وتحطه وتشيله وتحطه هذا الخاتم قاعد ينادي هذا خلك منه قاعد ينادي هذا الخاتم. والدكتور يساعدني بعد بهذا يفيدنا بهالموضوع هذا قريت أنا موضوع أن الخواتم والأحجار كلها معادن وجسم الإنسان من يتكون من معادن معادن فهذا يزيد طاقة الإنسان كل ما كبر الحجر زادت طاقته تتحول الى هاله دار مدارك شي كل شيء الى هاله تزيد هالتك شويه طاقتك تزيد مو صحيح؟ لا مو صحيح. شوف الاحجار بانواعها مو معادن فيها خلطات معادن بس مو كلها يعني في الزنك والمغنيسيوم والصوديوم كذا بس مو كربون يعني هي العناصر 118 موجوده اكيد فيها يعني اغلبها بس كطاقة تطلع منها هذا الكلام مو صحيح. الطاقة تطلع من اليورانيوم بلوتونيوم المواد الإشعاعية هذيك تطلع العقيق ما يطلع منه؟ لا العقيق ما يطلع منه هذا مو طاقة أبو حمد مو طاقة بس يقول لك إشعاع يعني إشعاع ولا إشعاع يقول لك في شيء مثلا زين حق التوتر في شيء زين حق لا ما له علاقة ولا العلاقة بالدم ولا جسم الإنسان هذا كله كلام دجل من ما يتفاعل آلاف السنين يعني قصده ما يتفاعل ولا نفسيا ولا شيء هذا شنو يعني هذا؟ القدماء المصريين غلط والقدماء اليونانيين غلط والقدماء السومريين كلهم غلط كذا حاجة الآن نعم لو تكلمها بالطقوني كلها غلط صحيح اي كلها غلط مثل الحسد مثل السحر كله غلط كتب احنا وارثينه بعد ما نتكلم بس ان هذا كله مو صحيح يعني علميا مو صحيح يعني ترى هذه كلها تراثيه الكتب لا في كتب علميه انا ازودك فيها كتب متخصصه بالاحجار يعني وفوائد الاحجار طول عمرنا نسمع ان الحجر هذا علاج بالاحجار لا حتى يربطونهم مع البرج مثلا يقول لك برج الحوت ياخذ كذي مثلا رجل زين الحين انت يوم قلت اللي تروح عينك عليه واللي هذا انا سبحان الله شفت كان احس هذا عرفت تحس احد قاعد يغازلك حسيت قاعد يغازلني هذا شنو هذا عقيق هندي يعتبر لا عادي
تصدق عيني ما تطيح الا على الرخيص. لا لا مو مو رخيص والله. مو رخيص؟ لا مو رخيص. غالي؟ انت قلت بسعر بس مو غالي، مو غالي وايد ولا رخيص، يعني مناسب. شنو فوائده هذا؟ العقيق يعطيك فصاحه باللسان. حلو. ما حسيت في تغير؟ يعطيك شجاعه، ثقه بالنفس، هذا العقيق. الله. ابو حمد شو تقول؟ شنو ابو حمد ما يؤمن بهذه الشغلات؟ لا انا عندي واحد زاد واحد يساوي اثنين. علمي علمي الرجال علمي. ان شاء الله اجيب لك الكتاب هذا مال الاحجار. اي بس شو اللي مطلعه مستفيد منه بايع على المساكين اللي يشترون يعني ترى مو اي كتاب بعد يعني طبعا عني. طبعا لازم انت عقلك انا بعطيك سؤال بس انت تفلسف يدرس في الجامعات خل علم الاحجار الكريمه وتاثيرها على الانسان اذا كان يدرس انا بقى. ما يدرس السوالف هذه مثل الحجامه، الحجامه ما درس في الجامعات، السحر ما يدرس في الجامعات، العين ما تدرس في الجامعات لانها مو شيء تصورات احنا نتصورها مو صحيح. بس مذكور بالقران. اي الحين العين لا 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 انت جاوبت على نفسك. لا لا العين ما تدرس. هذا موضوع ثاني. موضوع ثاني. لحظه ابو حمد لحظه لحظه نقطه. بالقران الكريم مذكور المرجان واللؤلؤ. اوكي مذكور. مذكور يعني شنو؟ الله يسوي شيء بدون فائده؟ مستحيل. هذا يسمى عبث اذا سواه بدون. لا 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 قضيه الذكر مو معناته انه شو اسمه. لا لا كان ذهب موجود يعني في اشياء ما ذكرها مثلا. شنو شنو فائدته؟ هو قيمته الذهب والفضه. اي بس بقيمته بقيمته ونفس الشيء في معادن اغلى من الذهب. اي هذا قصده، قصده انه مو بس مو في معادن اغلى من الذهب يعني صح. في فواكه ما ذكرت بالقران يعني احنا ما نبي ندش في الموضوع واحسن من التين والزيتون ما ذكرت يعني. هذا مو دليل ان المرجان ذكر انه زين. لا وهذا كان السلعه الموجوده. لا مو بس ذكر. احنا ما عفوا 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 مو بس ذكر. الله سبحانه وتعالى مزين فيه الجنه يلبسونه من سندس. ما ابي اقول الايه غلط بس في وزبرجد كانهم اللؤلؤ والمرجان. هذه الاشياء يعني زينه. هذا شيء اشياء زينه بس عادي. القران الكريم ما قال هذا، قال اشياء زينه صح صح بس ما قال لها تاثير نفسي عليك وانها تعالجك يعني. انا هاللي اتكلم على الموضوع هذا يعني ما قال تعالجك. احد يقول لها تاثير نفسي وطاقه وتعطيك يعني حاله. هي بنهايه الموضوع زينه. هي زينه زينه الانسان بس هو وهي فعلا زينه. وهي فعلا زينه ما يخالف. بالنهايه عمليه انه والله هذا حق كذي وهذا هي عمليه تسويقيه نفسية. لا وتسويقيه بعد على اساس انه شوف والله هذا رايكم الشخصي. انا اعتقد ان لها فائده. انا والله احب الاحجار. انا اعتقد ان لها فائده. الاخ فؤاد ميرزا احد المشاهدين يقول العقيق اقواهم الجزع وهو عقيق الاسود وجبل العقيق اول جبل خشع لله. صحيح هذا الكلام. ايه عموما يعني هي اشياء خلافيه بس بس الحين هذه ما من شيء الا يسبح بالحمد لله. ما في شيء اخوي الجدي. انا عندي كل هالاحجار هذه. عندي مجموعه من الاحجار. اي حجر بقول لك عندي، عندي مجموعه في البيت. اي نعم. ما اثرت علي ولا سوت فيني شيء ولا جره ولا حصلت فلوس ولا شيء. فلوس مفلس انا الحين. صرت متوفى وين مفلس؟ عندك بيت على الدين ما شاء الله وعندك جمعيه رئيس جمعيه باقي سيارته يعني لو شو اسمه كان رئيس جمعيه. ما انت تدري من يصير رئيس جمعيه هالايام؟ اي صح الحين راح يجي دعم مالك شغل دعم ما ترخصت للحين. لا ورني اياهم وادليك على الزين. لا لا عندي مجموعه كبيره انا من الاحجار. لو تيجي البيت تعال شوف اتشرف دكتور. ارجد وعقيق وكله كله ازمرالد وياقوت. ياقوت كل الاحجار حلوه. زين كلمنا عن هالاحجار الحين شنو انواعها شنو؟ لا لا خلي كلمنا نشوف الاسعار اسعارهم. بس ليش كل شيء كل شيء يعني كل شيء تطور؟ شوف الخواتم الحين حلوه بس هذه الاشياء القوالب مالتها ليش ما تتطور؟ يسمونها يعني؟ لا يسمونها ركاب. تطورت ليش ما تطورت؟ هذه شكلها قديم الحين. في شيء قديم، في ناس تحب الموديل القديم وفي ناس تحب تسوي موديل يعني ما زالت ما زالت كبيره ومش عارف شنو يعني. الحين حتى اذا واحد عجبه شيء بس شلون يطلع كذي؟ ما ادري عود. في ناس تحب الناس اذواق. صحيح. انا ادري قصدي قصدي بجانب هذا الذوق ليش ما طلع شيء؟ لا هذا موديل موديل ماركه معروفه. هذا الموديل يسمونه شبك. هو على حسب الفص يصير الصياغه كله ضخم يعني, يعني, يعني انا صراحه اللي اشوف كله ضخم يعني. هذا ناعم، هذا ياقوت ناعم،
شوفوا شلون ناعم. إذا شنو أسعارها؟ شنو مواصفاتها هذه؟ كل واحد على حسب، على حسب الصياغة، على حسب الصايغ. صياغات الكويت برا، صياغات الكويت رخيصة، صياغة تركيا غالية، صياغة إيران غالية، لأن هم صراحة أمهر منا بالصياغة يعني. أنا أقول أنا بخاتم الحين أقول لك انصحني من هذيل، يقول لي أخذ هذا وهذا مواصفاته وهذا سعره، أي واحد بتختار؟ بالنسبة لي أنا أحب العقيق. اللي هو وينه؟ اللي هو هذا ولا الحمر؟ العقيق. الاسم الإنجليزي أجيت. العقيق اليماني. أجيت. أنا أحب العقيق. في منهم كنا عليهم ألماس بعد. في عليهم ألماس. هذا هني. بس طبعًا الألماس اللي موجود دكتور مو درجة ولا. مو درجة. لا لا مو درجة. يعني ما يأثر على السعر. يعني إيه يعني ممكن يزيد جمالية حق الخاتم حق الركاب. بس ما كم سعر العقيق اليماني هذا؟ العقيق اليماني يختلف على حسب حجمه. يبدأ نقول من 35 35 دينار. يوصل إلى 100 دينار. إيه 100 دينار. هذا يعني تقريبا أغلى شيء. لا في فصوص، لا في فص بروحه ب 100 دينار. على حسب. يعني أنا قصدي. على حسب الفص. أغلى خاتم ممكن. الفص على حسب الفص حجمه. على زائد صفاءة. اليماني يختلف عن العقيق الخراساني مثلا. الشفافية البلورات اللي داخل. العروق. سبحان الله يعني العروق اللي داخل. إيه العروق اللي داخلها غير اليماني. ومنو الأغلى؟ الصافي ولا اللي صافي فيه طبعا. الصافي يكون صافي. أغلى. في طبعا في عقيق يسمونه العقيق الشجري. هذا يصير عليه أشكال وصور. طبعا أنا أشوفه شيء. وانت تشوفه شيء، انت تشوفه مثلا ريال، انا نشوفه كأنه هذا مارة لابسة عباية. كل واحد يشوفه هدهد، واحد يشوفه لا والله طير ثاني نوع ثاني، كل واحد يشوفه شيء. ابو حمد شنو احد الاخوة يسأل من العادات القديمة ايضا الناس فو السهر، شنو الناس فو السهر؟ ها؟ الناس فو؟ نصف شعبان، هذه نصف شهر شعبان. إيه والسهر يحتفلون فيها. شنو هذه؟ هذه من عادات التغاليد. إحنا لما نقول بين قصير ورمضان شنو؟ اللي هو الناس فوق نصف شهر شعبان ورمضان. قرقعان وقرقعان. إيه عموما قصير ورمضان. عموما في بعض دول الخليج يحتفلون بالقرقعان بنصف شهر شعبان. صحيح. بالقرقعان بنص شعبان مو برمضان. لا مو برمضان. نص شعبان. رمضان متى الحين؟ ايش كذا باقي له؟ 2/4 فلكيا، 3/4 اذا بنشوفه. والمفروض نمشي على الفلكيا ولا نشوفه؟ عاد هذه تختلف من ما لهم مذهب. كل سنه لهم شيء ثاني للاسف يعني. صحيح والله مذهب. ان شاء الله ان شاء الله الجمعيه ان شاء الله الجمعيه اذا اسستوها. لا انا اقصد مذهب يعني منهج طريق. إيه إن شاء الله الجمعية إذا أسستوها على الأقل تحطوا لكم آلية. هم ما ينفع الحين فلكياً ما ينفع. ليش فلكياً؟ 2 4 ليش ما ينفع دكتور؟ ما حد يسمع الكلام يا أخي. هم شيك اللجنة عندنا قاعدة الله يهديهم قاعدين، لو أي واحد تكلم بالكويت ما يسمعوا له، فاتحين الراديو. السعودية قالوا باكر رمضان، قالوا رمضان. ما يدقون على العجيري، ما يدقون على الناس الفلكيين بالكويت. دكتور الأفق واحد احنا والسعودية. ايه طبعا أفق واحد. ها ايه بس يعني اذا شافوا الهلال في الحسة يعني عندنا رمضان. شوف في قضية الهلال والأفق الواحد في ناس ما تعرفها للأسف. قبل ما كان يعرفونها. انا لما اتكلم قالوا ان اختلاف المطالع واتحاد المطالع. نعم. واللي هي الأفق. مرات الهلال يبين مثلا أول ليلة بعد ما تغيب الشمس بالكويت يبين، في اليمن ما يبين. هو كذي ترى شيطان. وياهم أفق واحدة. ها؟ إحنا وياهم أفق واحد. أفق واحد إيه. خل حضرموت تحتنا. إيه. يبين عندنا ما يبين هناك. إيه. يعني مو مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، كل سنة يسوي كذي. زين لازم بالعين مجردة. هم يقولون لازم بالعين مجردة، مع أن الآن التكنولوجيا دشت في كل شيء، وصار الساعة الحين الساعة يستخدمونها على شنو؟ لما تروح تصلي، اللي الصلاة أهم من الصيام. نعم. تروح تحط لك عود وتطالع وقت الظهر والعصر، واللي قاعد طالع ساعة اللي صنعها الفلكي. نعم. خلاص يا أخي.
المفروض تستخدم هذه امور امور كافيه ما نبي ندش فيها يعني كل واحد كل واحد هو قناعته بالنهايه اللي عنده فتوى انه يقدر على الحسبه الفلكيه 2/4 اللي بالعين المجرده على شو اسمه والعين المسلحه يسمونها عين المسلحه عين مجرده المهم الله يتمم علينا ويجي ان شاء الله على خير وبركه شهر الخير باقي شهر ان شاء الله انا للحين الاخوه يسالون بعضهم يبي رقمك مره ثانيه اقول لهم رقمك 6-6-8 يا جماعه اللي قاعد يسالون لان اكو احد الاخوه يعني اكثر من مره سال واحنا قلنا امساء احد لازم تاخذ سجل الرقم 6-6-8-8-1-6-3-3 6-6-8-8-1-6-6-3-3 طيب ترى جدي اي بيعه اي بيعه هذا الشيء عليه حصه يستاهل مصباح مجاني لا تحاتي من الحين لرمضان اي بيعه لنا كوميشن تستاهل رمضان شهر الخير عاد تستاهل الطيب والله رمضان شهر الخير بيع خوش بيع الحين بشكل عام السوق هذا الحين اللي بيشتري ولا هذا وين تنصحه يعني يروح محلات يروح مزادات يروح حق انسان ذو خبره وامين وين مكانهم مثلا ذوي الخبره يشوف ذوي الخبره يعني في مكان حق يعني ابسط شيء انت تشتري سلعه غاليه يا اخي اسال صح اسال اقرا شويه اتبخص شويه يعني اصير باخص هاي كلمة حساوية قديمة زين ابو عبد الله مو في سوق المسابيح شو اوزع إيه لك مسابيح هذا حطق لي فره بسوق هذا هذا المكان المفروض ان الواحد اللي يروح له اي خيطق له فره يشوف الاسعار ولا في مكان ثاني اسال صاحب المحل هذا شنو هذا شنو افتح يا اخي التليفون افتحه واقول ابي نفس ما قال الدكتور انظر واشوف انا ثقافتي انجليزيه اشوف بالانجليزي ثقافتي عربيه اقرا بالعربي قبل لا اروح اجزم على مصباح او عندك صديق ثقه خايف الله تقدر تشتري منه يعني احنا عند الحمد لله عندنا امانه هذا بولندي يبقى بولندي لتواني لتواني روسي روسي في غرامات توصل 25-30 صج ولا حسين ايه؟ انا هاوي ايه؟ يعني ازين المصباح حق نفسي صح انباع ما انباع انا احب اجني هالمسابيح ايه؟ بس بشكل عام الجرام 25-30 هذه موجوده صدق في ولا مبالغه في اسعار والله غاليه كذي يعني في مسابيع يعني انت بس قلت 3000 دينار هذا اي مرجان هذاك مرجان تونسي والكهرب كم يوصل اغلى شيء وصل باعوا ب 20 باعوا 20000 سمعت انا سمعت 13000 مزاد شفته والله ما اشتري ب 1200 والله انا راعي مسابيح ما اشتري ب 1200 بس على شنو 13000 14000 ناس مبالغه وايد الناس ما تعرفهم انه لا فايده قيمه سياره لا لما تمسك يمينك يقول لك لا فايده عموما هو طبعا لا فايده الكهرباء تفصل مرجان بس مثل الجرجير يعني ايوه انتهى وقتنا شنو تفضل يمسي عليكم ويسلم عليكم الاخ الصديق العزيز ابراهيم بوعيده الله يسلمك يمسي عليكم وش سالفه البغبغاء معاك يقول ارفع راسك شنو الموضوع هذا بوعيده كان بوعيده برنامج ويقول ارفع راسك انت كويتي ارفع وعندي كاسكو أنا بالبيت الكاسكو بالبيت لقط بعيده صوتك وصل اي ارفع راسك انت كويتي يقول هذا فسجلتها حقه ودزيتها له بالقناه وعرضوها بس للاسف الكاسكو مات الله يرحمه الله يعطونا عين لا 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 توه مات توه سالفه قديمه يوم كان المسي على بعيده مره ثانيه بعيده اذا دش مداخلتك حلوه بس ابشر شويه مو انا اخلص تشكر منك استاذ عبد العزيز الجدي شكرا لك هوايه جميله ورائعه وما شاء الله تشكيله روعه حبيبي اللي يبي عندكم يساله وش اسمه انا خيلت على المصباح الوردي هذا بعد شوي اقول لك ميزه حقه بعد الهواء يلا زين غازي الدوسري شكرا لك كذلك دكتور عادل اشكناني شكرا لك استاذ عادل السعدون شكرا لك سعد الشمري كذلك شكرا لك أعزائي المشاهدين شكرا لكم نلتقيكم باكر في جلسة إن شاء الله الصبح إذا باكر حلقتنا السياسية إلى ذلك الحين نمسي عليكم بالخير وننتقل مع عبد الله السلمان شكرا لك وحسين مشاهدينا الكرام يا أهلا ويا مرحبا فيكم في برنامج ديوان الصحافة وأهم الأخبار المحلية والدولية
اليوم المنشطات من ضمنها الحقيقة أكثر من صحيفة عن موضوع الصفوف الأمامية والمكافأة، وحديث من مجلس وزراء أنه في اللمسات الأخيرة لصرف هذه المكافأة، وبعض الصحف ذكرت أنه خلال شهر راح تصرف المكافأة لمنتسبي وزارة الصحة أولا ومن ثم وزارة الداخلية، وهذا شيء يبشر بالخير. وإحنا البارح تكلمنا في هذا الموضوع وقلنا خلال أيام راح يعني المكافأة راح تصرف، ذلك طبعا موازيا لما حصل يوم أمس من تلويح النائب حمدان العازمي باستجواب لسمو رئيس الوزراء، ونجد الحقيقة ثمرات هذا الكلام أنه هو بحث اليوم مجلس وزراء في هذا الموضوع وأصدر يعني بعض التعليمات لصرف المكافأة بأسرع وقت. بالإضافة طبعا مشاهدينا نشوف احنا دين العام في إحدى الصحف ذكرت، وأذكركم في موضوع التصنيف الائتماني، وكالة فيتش للتصريف الائتمان الائتمان المصرفي ذكرت عن موضوع الدين العام، يعني هالحكي قبل أسبوع وعشرة أيام. اليوم بإحدى الصحف ذكرت على خفض جديد للدين العام، ويعني أوردت الخبر، ونجد هذه الأخبار الحقيقة بين فترة والثانية أنها تتوارد وتختفي وتظهر على السطح مرة أخرى. وبالتالي إن شاء الله تعالى ما نبي نطيل المقدمة، إن نقرأ عليكم الصحف ومن ثم نعود لكم بالتفاصيل، ونبدأ مع جريدة الشاهد. المنشط الرئيسي لجريدة الشاهد: الإمارات تتصدى